بعد الانقلاب تمر الايام مخلفه وراءها تغيرات وانقسامات في مختلف مؤسسات الدوله ليكون هذه المره من نصيب المؤسسه التعليميه التي لطالما ظل منتسبوها يناون عن ادخالها في تباينات المرحله وما سينتج عنها من خلق اجيال متاثره بطبيعه الحرب انقسام غير مسبوق في المنظومه التعليميه خلق اختلافا في مواعيد الاختبارات ايضا فالمحافظات التي يسيطر عليها التحالف الانقلابي بدات اختبارات المرحلتين الثانويه والاساسيه خلافا لموعد انطلاقها في المحافظات المحرره. قياده وزاره التربيه والتعليم ممثله بنائب وزير التربيه عبد الله لملاس خاطبت في وقت سابق مكاتبها في جميع المحافظات بالتنسيق للامتحانات الا ان المكاتب الموجوده ضمن اداره المحافظات الخاضعه لسيطره الميليشيا رفضت ذلك. ولا يقتصر الانقسام على موعد الامتحانات بل يشمل عمليه التصحيح للدفاتر، كذلك تختلف المقررات المحذوفه من المناهج الدراسيه، الامر الذي سيخلق انعكاسا على مستقبل النتائج وربما التلاعب بها كما يقول موجهون وتربويون في وزاره التربيه والتعليم، تتفاقم ازمه الانقسام في العمليه التعليميه يوما بعد اخر، وتتفاقم معها امكانيه انقاذ هذه الاجيال، لتلتهم الحرب ليس الحاضر فقط بل وتهدد المستقبل.